كان يدعو به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا موسى عليه السلام، ومن بعدها يدعو دعاء فيستجاب له، فأحببت أن أخبركم به فاكتبوه واحفظوه وانشروه. الدعاء هو: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. ثم بعد ذلك اسأل الله ما شئت، واختمها دائما بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لنا ولكم، ورحم الله أمواتنا وأمواتكم، وجعل الخير دائما في دربنا ودربكم، وأكفانا وكفيتم من سوء الزمان والمكان، وجعلكم الله دائما في العلين، وحفظ الله لنا ولاة أمورنا يا رب العالمين.